هسه يا أولاد نأتي على الأشكال المستوية. الأشكال المستوية صفحة 146. عندنا أول شكل هو المربع. أول شكل المربع له أربعة أضلاع متساوية. أربعة أضلاع متساوية بقسم لكم على الصبورة. بعدين نأتي على المستطيل. المستطيل يا أولاد له أربعة أضلاع ولكن ما كلتهم متساوية. كل ضلعين بينه متقابلة ومتساوية، يعني هذا الضلع يقابل هذا ويساويه، هذا الضلع الصغير يقابل هذا الضلع الصغير ويساويه. عندنا هذا الشكل نسمينه المثلث. المثلث أيضا له أضلاع وثلاثة أضلاع وله ثلاثة زوايا وله ثلاثة رؤوس. هون عندنا الشكل نسمينه الدائرة. قلت لكم الدائرة ما تتكون من أضلاع ولكن تتكون من أقواس. هسه تفضلوا معي رايح نرسم الأشكال على السبورة، نسميها الأشكال المستوية. هذا ضلع المربع، هذا ضلعين، هذا ثلاثة، هذا أربعة. إذا المربع أربعة أضلاع، هذا ضلع، هذا ضلع، هذا ضلع، وهذا ضلع، وله أيضا أربع زوايا، هاي معلومة، هاي زاوية، هاي زاوية، هذه زاوية، وهذه زاوية. للمربع يا أولاد له أربعة أضلاع متساوية. هسا نيجي نرسم المستطيل، تبوا علي على المستطيل، مستطيل شوية يصير أطول، هذا ضلع، وهذا ضلع قصير، وهذا ضلع قصير، وهذا عندنا ضلع طويل. المستطيل يا أولاد ما متساوي الأضلاع، لا، كل ضلعين فيه متقابلة ومتساوية، يعني هذا الضلع يساوي هذا ويقابله، يعني جيران مقابل جيران. هذا الضلع يساوي هذا الضلع ويقابله، يعني هذا طويل وهذا عندنا ضلع طويل يساويه، وهذا عندنا ضلع قصير يساوي الضلع القصير. هسه نجي على المثلث. المثلث يا أولاد له ثلاثة أضلاع، له ثلاثة أضلاع، هذا ضلع وهذا ضلع وهذا ضلع، وله ثلاث زوايا، هذه زاوية وهذه زاوية وهذه زاوية، وله ثلاثة رؤوس، هذا رأس وهذا رأس وهذا رأس. طبعا ان شاء الله تتقدمون بالمراحل الدراسية تاخذون المثلث أضلاعه ما متساوية، مختلفة، زواياه مختلفة، فهمتم؟ إذا هذا المثلث له ثلاثة أضلاع. هسه نجي على الدائرة. الدائرة قلت لكم يا أولاد ما لها أضلاع، ودائرتي رايحة مسحها شوية، صارت الأقواس مالتها أوجع، إذا هذا قوس وهذا قوس، إذا الدائرة تتكون من أقواس وليست من أضلاع، فهمتم؟ وعندنا الشكل الآخر. هذا هي الأشكال المستوية. المربع، المربع وله أربعة أضلاع متساوية. المستطيل له أضلاع مختلفة، هم أربعة بس كل ضلعين فيه متقابلة ومتساوية. عندنا المثلث له ثلاثة أضلاع، ثلاث زوايا وثلاثة رؤوس. أما الدائرة فتتكون من أقواس وليس من أضلاع، وهذه هي الأشكال المستوية. صار 146 من درس الرياضيات للصف الأول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم